الرئيس السيسي يوجه بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية. وصول وفد من مشايخ وأعيان الجنوب الليبي إلى القاهرة للتباحث حول مسار تسوية الأزمة الليبية. وعدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 18 مليون حالة. الرابعة صباحاً، الثانية بتوقيت غرينتش. موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل، وذلك بالتنسيق ما بين كل الأجهزة المعنية بالدولة وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة الموانئ والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية. جاء ذلك في اجتماع السيد الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين. وصل إلى مطار القاهرة أكثر من 75 شخصية يمثلون وفداً من شيوخ وأعيان ونخب الجنوب الليبي في زيارة تستغرق 3 أيام يتم فيها عقد عدد من الاجتماعات. وسيتم خلال الاجتماع دراسة طلبات الجنوب الليبي والعمل على دفع الحياة السياسية في الداخل الليبي، كما يهدف الاجتماع لدعم الاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه والعمل على نبذ التدخلات الخارجية التي تحاول أن تنال من استقرار ليبيا. هذا وتؤكد مصر أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، وأن مقدرات ليبيا هي لأبنائها، كما أنها ستعمل من خلال هذه الاجتماعات على وضع تفاهمات وحلول للأزمة الليبية، وأنها ستقوم بتقديم كل أنواع الدعم للجنوب الليبي على المستويات السياسية والتنموية والخدمية. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً بفيروس كورونا ووفاة 32 حالة. وذكر المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 345 متعافياً من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107,162 حالة. تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة 18 مليوناً منذ بدء تفشي الجائحة بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز. وبحسب هذه البيانات، وصل عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 18 مليوناً و6,000 في إصابة، بينما سجل عدد الوفيات 319,190 حالة. وتخطط الولايات المتحدة إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال الشهر الجاري ضمن حملة تطعيم واسعة النطاق. تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لقاح كورونا من شركة فايزر، وذلك في مستشفى بمدينة نيوارك بولاية ديلاوير. وصرح بايدن بأن اللقاحات تشكل أملاً كبيراً بالنسبة للأمريكيين للتخلص من الجائحة، وأثنى في الوقت نفسه على تعامل إدارة الرئيس ترامب مع الجائحة. وطلب بايدن من الأمريكيين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال فترة الأعياد وتجنب السفر غير الضروري. قالت وسائل إعلام أمريكية إن قراصنة يشتبه بأنهم من روسيا اخترقوا العشرات من حسابات البريد الخاصة بموظفي وزارة الخزانة الأمريكية. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، أكد أعضاء في مجلس الشيوخ أن عمليات الاختراق الإلكترونية بدأت في شهر يوليو الماضي وامتدت إلى عشرات المكاتب الإدارية، لكنه ليس واضحاً حتى الآن تعرض البريد الإلكتروني لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين للاختراق من عدمه.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات التي تقودها شركة مايكروسوفت ما زالت مستمرة. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار، وفي النهاية نحيط علم سيادتكم بأن تردد إكسترا نيوز اتش دي هو 12303 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي. نلقاكم مع موجز جديد لأهم وآخر الأخبار على رأس الساعة.